بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي هنا المتجه بتاعنا، اتجاه المتجه. في درس اتجاه المتجه، المتجه عند له ثلاث اتجاهات. له اتجاه أفقي رقم واحد، اتجاه أفقي رقم اثنين، اتجاه ربعي رقم ثلاثة، اتجاه حقيقي. هنتكلم على كل اتجاه بالتفصيل. الاتجاه الأفقي، الاتجاه الأفقي وفيه نبدأ بقياس الزاوية من محور السينات الموجب عكس عقارب الساعة. بمعنى في الاتجاه الأفقي بنرسم محورين، محور إكس ومحور واي. القياس الزاوية بيبدأ من محور إكس الموجب، يعني ضلع الابتداء وعكس عقارب الساعة. بمعنى لما نجي أقيس الزاوية، مثلا الزاوية 60، القياس بتاعي يبدأ من محور إكس الموجب من هنا وطالع لفوق عكس عقارب الساعة. في الاتجاه الأفقي بنستخدم المحورين إكس وواي، والقياس بتاعنا يبدأ من محور إكس الموجب عكس عقارب الساعة. هنتكلم بعد كده على الاتجاه الربعي. الاتجاه الربعي نبدأ بقياس الزاوية من الخط الرأسي اللي هو الشمال أو الجنوب باتجاه الشرق أو الغرب. وفيه بنستبدل المحور إكس والمحور واي بمحاور جديدة، وهي محاور الاتجاهات الأصلية. محور واي هنكتب عليها شمال جنوب N و S، والمحور الأفقي نكتب عليه E يعني شرق، و W و S يعني إيه؟ غرب. يعني في الاتجاه الربعي بنستبدل محاور X و Y بمحاور الاتجاهات الأصلية، ونبدأ بقياس الزاوية منين بقى؟ من الخط الرأسي اللي هو الشمال أو الجنوب بالشكل ده. نقيس شرق أو غرب من الشمال ومن الجنوب نفس الشيء. وفي الاتجاه الربعي الزاوية بتكون محصورة بين الصفر والتسعين. كيف أعرف إن هو اتجاه ربعي؟ إن شاء الله قدام يعني الزاوية هيجيبها لك محصورة بين اتجاهين. مثلا يقول لك إيه؟ S 75 A، فالزاوية محصورة بين اتجاهين. بعرف إن طالما الزاوية محصورة بين اتجاهين، هذا يدل على أن الاتجاه بتاعي اتجاه ربعي. الاتجاه الثالث الاتجاه الحقيقي، وفيه نبدأ بقياس الزاوية من الشمال اللي هو N باتجاه عقارب الساعة. وأيضا بنستبدل محور X ومحور Y بمحاور الاتجاهات الأصلية، شمال جنوب شرق غرب. يبقى أنا دلوقتي في الاتجاه الربعي، وفي الاتجاه الحقيقي بستخدم محاور الاتجاهات الأصلية. أما في الاتجاه الأفقي بستخدم محاور X و Y بس فقط. في الاتجاه الحقيقي نبدأ بقياس الزاوية من الشمال مع عقارب الساعة، يعني أبدأ دي ضلع الابتداء. ضلع الابتداء بتاعي أو بداية القياس من الشمال مع عقارب الساعة، ويعطى قياس الزاوية بثلاث أرقام. يعني إيه بثلاث أرقام؟ يعني الزاوية 30، ما اكتبش 30 وما نكتب إيه؟ أبدأ من اليسار 0 3 0 يعني 0 30. فلما ألاقي زاوية تكتب بثلاث أرقام، هذا يدل على أن الاتجاه بتاعي اتجاه حقيقي 0 3 0. مثلا زاوية 60 0 6 0، الزاوية تكتب بثلاث أرقام. طيب الشكل بتاعي كده، دي القياس بتاعي.
بياخد الشكل ده من الشمال مع عقارب الساعة. يلا هيا بنا يا شباب نشوف الأسئلة بتاعنا. أول سؤال: استعمل المسطرة والمنقلة لرسم المتجه لكل من الكميات الآتية، واكتب مقياس الرسم في كل حالة. السؤال رقم A: عند المتجه A بيساوي 20 قدم في الثانية. متجه A بيساوي 20 FT على S على السكند، يعني 20 قدم على الثانية باتجاه 0 30. الزاوية هنا كتبت بثلاث أرقام، يبقى الاتجاه عندي هنا اتجاه حقيقي على طول. هو مش يقول لي اتجاه حقيقي، لا، هنا بيكتب لك الزاوية، وعن طريق مفهوم المسألة تقدر تعرف انت ماشي في الاتجاه هنا. فبيقول هنا باتجاه 0 30. وخلي بالك الكلام اللي انا قلته ده في الاتجاهات الثلاثة ممكن تسأل عليه في التحصيلي. طيب كيف ارسم؟ ارسم متجه ايه 20 قدم في الثانية باتجاه الزاوية 0 30. طيب نخلينا نبدأ واحدة واحدة المحاور بتاعتي. خلينا نبدأ بالمحاور. يبقى طالما الاتجاه حقيقي نستبدل محور X ومحور Y بمحاور الاتجاهات إيه الأصلية. هذا محاور الاتجاهات الأصلية: شمال، جنوب، شرق، غرب. طيب في الاتجاه الحقيقي هنا سؤال يجي لك: نبدأ القياس منين؟ نبدأ القياس من الشمال، من النورث، مع عقارب الساعة. مع عقارب الساعة برسم الزاوية 30. طيب لما ارسم الزاوية 30 بيطلع لي الضلع الانتهاء. دي ضلع، دي طبعا لان دي ضلع البداية، ضلع الابتداء بتاعي محور ان ده اللي هو الشمال، ده ضلع، دي البداية. ضلع الانتهاء بتاعي هو الضلع الازرق ده، ضلع الانتهاء. طيب بعد ما رسمت الزاوية 30 عايزين نرسم المتجه A بيساوي 20 قدم. صعب جدا ارسم متجه A بيساوي 20 قدم في الثانية، صعب، عشان 20 قدم طبعا كيف ارسم 20؟ طبعا تبقى المسافة كبيرة شوية، فاضطر اخد مقياس رسم انا من عندي. فبستعمل مقياس رسم عشان اصغر القيمة، ال 20 ده اصغرها. فبقول ايه؟ كل 1 سنتيمتر يساوي 10 قدم في الثانية. دي مقياس الرسم بتاعي، باخد 1 سنتيمتر يساوي 10 قدم في الثانية، واكتبه كده تحت ايه؟ محور، المحور الافقي. طيب لازم اظهره ولازم اكتبه كده، وبعد كده اقسم 20 على 10. 20 قسمة 10 يعني كل سنتي ب 10، يعني هرسم متجه ايه؟ طوله 2 سنتي. برسم بعد ما اقسم 20 على 10 هيطلع طول المتجه ايه؟ 2 سنتي. فبرسم متجه ايه؟ 2 سنتي. والرسمه كده بتاعتي كده باخد الفول بارك عليها، باخد درجه كامله. طيب هل شرط اساسي اخد ال 1 سنتيمتر؟ كل سنتيمتر بيمثل 10 قدم في الثانيه؟ مش شرط. ممكن اخد 1 سنتيمتر يساوي 5 قدم في الثانيه. بدل ما اكتب 10 قدم في الثانيه ممكن اكتب 5 قدم في الثانيه. وبالتالي بقسم 20 على 5 لان انا اخذت 5. 20 قسمه 5 4، وبالتالي ارسم المتجه ايه بتاعي هنا؟ طوله 4 سنتي. وكده انتهيت من الاجابه على السؤال رقم 1، سؤال A. ناخد السؤال الثاني، السؤال B: ارسم المتجه V بيساوي 75 نيوتن بزاوية قياسها 140 مع الأفقي. هنا مع الأفقي، يبقى أنا دلوقتي ماشي مع الاتجاه الأفقي. يبقى أستبدل المحور بتاعتي بـ X و Y، دي أهم حاجة عندي، مهمة جدا. أستبدل المحور بتاعتي هنا X و Y، هذا محور X وده محور Y. أول شيء عندي هنا في الاتجاه الأفقي
ضلع الابتداء بتاعي عندي هنا محور اكس الموجب، البداية هنا من محور اكس الموجب عكس عقارب الساعة. نركز مع بعض، عكس عقارب الساعة. فبرسم الزاوية 140 عكس عقارب الساعة ابتداء من محور اكس. رسمت الزاوية 140، ادا كده رسمت الزاوية 140 بتاعتي، ادا ضلع الابتداء اللي هو محور اكس الموجب، وادا ضلع الانتهاء بتاعي، وادا الزاوية 140. طب هنا كيف ارسم المنتجة فيه 75 نيوتن؟ 75 كبيرة جدا، فاضطر اصغر ال 75، اصغرها، فباخد مقياس رسم مناسب علشان اعرف ارسم ال 75. فباخد لكل سنتيمتر، كل 1 سنتيمتر على المسطرة يعادل 25 نيوتن، كل 1 سنتيمتر يساوي 25 نيوتن، واقسم 75 على 25، اقسم 75 على 25 كده هيساوي 3 سنتي. يبقى بدل مكتب المتجه فيه 75 نيوتن حولته الى 3 سنتي، وارسم المتجه بتاعي هنا في 1 2 رسمته 3 سنتي في، ممكن تكتب هنا 3 سنتي، وتكتب طبعا مقياس الرسمه اللي انت اخذته ان كل سنتيمتر يساوي 25 نيوتن، تكتبه تحت كده في الافق كده عشان تظهر حلك للمصحح. 1 سنتيمتر يساوي 75 نيوتن، 25 نيوتن، وتقسم 75 على 25 يساوي 3. ممكن اغير واخد مقياس رسمي ثاني، ممكن اخد ال1 سنتيمتر يعادل 15 نيوتن، واقسم 75 على 15 يساوي 5، وارسم المنتج بتاعي طوله 5 سنتي. يعني مو شرط تاخد 25 نيوتن لكل سنتيمتر، ممكن اخد 15 سنتي لكل سنتيمتر، ويبقى المنتج بتاعي يطول شويه، بدل يبقى طوله 3 سنتي يبقى طوله 5 سنتي، وبالتالي قدرت ارسم الايه احل السؤال الثاني وارسمه بكل ايه بكل ارتياحيه. كده خدنا السؤال رقم 1 والسؤال رقم 2، ونكتفي بكده النهارده، وتمنيت لكم بالنجاح ومزيد من التفوق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.